مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين يعد قطاعا حيويا، فهو يمثل 93.3% من إجمالي عدد الشركات المحلية، وهو المحرك الرئيس للنمو والتنويع الاقتصادي حسب تصريحات سعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزيالي. البحرين تؤكد أن رأس المال البشري هو نقطة حاسمة في تحقيق النجاح التجاري عند الحديث عن البيئة الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، فهي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تنمية الشباب. أعزائي المشاهدين، تطوير ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية وطنية تأخذ موقعا مهما في استراتيجية الدولة، والتي تصب في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى العام 2030. ولذلك نجد مبادرات كريمة واستراتيجية نحو ذلك من لدن القيادة الرشيدة، كان آخرها توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في جلسة مجلس الوزراء إلى توسيع دائرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعونا نتابع معكم التقرير التالي مع الزميل عبد الرحمن بومطيح. شكرا سهير، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه النبذة السريعة عن دعم الحكومة الموقرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 8 يوليو الجاري، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، حيث قرر المجلس أن تشمل الأفضلية المعمول بها حاليا بنسبة 10% في مزايدات المرافق الحكومية وأيضا المناقصات وبذات النسبة، وهي 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قرارات سمو رئيس الوزراء الداعمة لهذا القطاع، حيث شملت أيضا جدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهرا. كما أمر سموه الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد، وكذلك تكليف سموه لمصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين للنظر في تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه سموه إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، ناهيك عن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بتشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2017 للتنسيق بين جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل تمكين وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين لتعزيز نمو المؤسسات الناشئة وتنمية أعمال الصغيرة والمتوسطة منها من أجل تنامي أعدادها وخلقها لمزيد من فرص العمل للمواطنين وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي. وفي إطار ذلك تم وضع خطة متكاملة لمهام المجلس خلال السنوات الخمس القادمة تتمثل في متابعة المجالات المتخصصة في المجالات التالية: تيسير التمويل، تيسير الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز الابتكارات. كانت هذه نبذة عن مبادرات الحكومة الموقرة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والآن أعود إلى استوديو حديث اليوم والزميلة سهير عصفور مع ضيفها الكريم. حضرتك
حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استديو برنامج حديث اليوم السيد أحمد يوسف علي، النائب الثاني لرئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. طبعا قبل أن نتحدث عن أهمية القرار الذي خرج من مجلس الوزراء في الجلسة الماضية، والذي يتحدث عن دائرة توسيع الأفضلية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، نتكلم عن نبذة، نأخذ نبذة عن هذه الجمعية وأهم أهدافها. في البداية شاكر اهتمامكم واستضافتكم لهال الحدث المهم في إنجازات الاقتصاد البحريني. جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة أسست 2014 بهدف مهم جدا، وهو دعم الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لسمو ولي العهد. وهي جمعية غير ربحية، عندنا تقريبا ما يعادل 1000 عضو إلى 490 اللي حاليا مسددين الرسوم، وتحتضن الفئة هذه من المؤسسات في بمختلف أنواعها. نعم. عندنا بمثال 5 حاضنات موجودة عندنا في الجمعية، بما على نسوي لهم مؤتمرات، وعندنا ورش عمل ولقاءات، ولكن الفكرة من تأسيس هو أعطاهم الفرصة الملموسة لدخولهم المعترك التجاري. طبعا دعم كبير من الرئيس الفخري للجمعية الأستاذ الأب فاروق المؤيد، اللي يعطي الطمأنينة لمجلس الإدارة بالعمل، والأستاذ أحمد السلوم نائب مجلس النواب من الجهة التشريعية كونه نائب، وهذا في النهاية خليط ممتاز جدا من مجلس الإدارة بإنجاز أعمال وأهداف الجمعية. نعم، كما ذكرت بأن يعني القرار جاء ليوسع الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما أهمية هذا القرار اليوم؟ القرار إلى أهمية كبيرة جدا، والقرار هذا أتى في وقت مناسب جدا، وليس للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، إنما لاقتصاد بلد ككل. نعم. اهتمام القيادة الحكيمة بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، هذا شيء مبادرة ليس بغريب على القيادة، ولذلك القيادة حريصة على دعم أصحاب الأعمال، وفي نفس الوقت إعطائهم الفرصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية بشكل خاص. إذن يمثل كما يعني ذكرنا بأن 33 يعني 93.3% يعني مجموع يعني الشركات المتوسطة والصغيرة في مملكة البحرين، ما أهمية هذه الشركات في دعم الاقتصاد ورفض الاقتصاد الوطني؟ نحن دائما نذكر بأن هذه الفئة من المؤسسات المتوسطة الصغيرة أو متناهية الصغر، نعم، هم صلب وعصب وشرايين وجميع يعني القوة الاقتصادية، كونهم هم المبتدئين، يعني دخول السلم لابد أن يكون بخطوة تلك الثانية، ولكن الفئة هذه مهمة جدا التركيز عليها، والحكومة توجهها اليوم بحيث أن المتناهية الصغر تنقل إلى الوسطية أو الصغيرة خلنا نقول، نعم، ومن الوسطية إلى الشركات الكبرى، لذلك راح يخلق مساحة أو تخلق مساحة كبيرة جدا من المجال لدخول أشخاص جدد، وفي نفس الوقت يهدف القرار هذا إلى حماية المؤسسات من الخروج والإفلاس وإعطائهم محيط جديد. يعني القرار هذا بمثابة خلق سوق كبير جدا لهذه الشركات يمارسون أعمالهم التجارية. هل هناك تشريعات، أو أنت تعتقد أن التشريعات الموجودة الآن كافية، أو تحتاجون إلى تشريعات يعني أكثر شمولية لحماية هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ هل التشريعات كافية اليوم؟ كل القرارات، كل البرامج الحكومية تحتاج إلى التشريعات، ولذلك راح الجمعية راح تستفيد من رئيس الجمعية كونه نائب في البرلمان، وإحنا من دورنا راح نعطي آرائنا ودراستنا على هذا الموضوع، ولكن نعم لابد أن يكون في يعني مبادرة من مجلس النواب للوقوف جنب المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الوقت يعني احنا نحتاج اليوم الى
إلى مثل ما يقولون الأهمية بطريقة بحيث تكون واقعية. لا نريد أن نسمع يعني أصحاب الأعمال دخلوا المعترك ودخلوا الأمور هذه، ولكن يريدون شيء ملموس يساعدهم على ممارستهم التجارية. ربما لذلك جاء القرار اليوم، قرار الحكومة بتوسيع الأفضلية. الحكومة أتت بهذا القرار في هذا الوقت، ودائما تأتي القيادة الحكيمة بقرارات مناسبة في الوقت المناسب. اهتمام القيادة بصلب ويعني عصب الاقتصاد الوطني وهم هذه المؤسسات، واليوم التوجه العالمي والتوجه المحلي والتوجه الوطني هو توجه اقتصادي، فلذلك اهتمام القيادة بشكل عام بالشراكة الاقتصادية أو الشراكة، لأنهم مثل ما ذكرت الحكومة تريد خلق وفتح مجال بحيث أن كل هالمؤسسات الصغيرة المتوسطة يقومون بأعمالهم وبكل أريحية. نعم. توفير البيئة المناسبة. طبعاً. ولذلك الدعم الحكومي موجود، والدعم الحكومي لهالموضوع في مجلس المؤسسات الصغيرة المتوسطة، عندنا بنك التنمية، فكل المشاريع الحكومية حالياً تهدف لمساندة هذه الفئة. نعم. إذا نتكلم، من هو الشريك الاستراتيجي لهذه الجمعية، جمعية يعني القرار؟ نعم. اليوم كلنا شركاء في هذا القرار، كلنا شركاء في بناء اقتصاد وطني، كلنا شركاء في العمل لخدمة الوطن، ولكن اليوم احنا عندنا جهة رسمية تحتضن التجار اللي في السوق والمؤسسات، وصوت التجار هم غرفة وتجارة وصناعة البحرين، وحقيقة يعني مجلس الإدارة الحالي يقومون بأعمال ممتازة جدا، ولو أن الوقت والتحديات والمطبات اللي موجودة في السوق أو خلنا نقول في الاقتصاد، ولكن هم يعملون بجهد لكونهم هم صوت التجار. نعم. هم الجهة اللي أسست غرفة تجارة وصناعة البحرين على هالمبدأ، أن هم يكونون صوت التجار. ما هو الدعم الذي تقدمه اليوم يعني يقدم لكم الشريك الاستراتيجي اليوم للصغار أو للصغار التجار المتوسط أو الصغيرة؟ الصوت، صوت التاجر، صوت المتعثر. يعني غرفة صناعة وتجارة البحرين هو صوت التجار، وليس جهة تنفيذية، إنما هي جهة خدماتية. نعم. لذلك يقيمون لقاءات، مؤتمرات، منتديات، مجالس، أمور كثيرة، فهم الصوت. يعني هم بكونهم جهة حكومية تابعة للتجار أو تابعة لصوت التجار، هم ينقلون صوت، ينقلون صوتنا، ولكن بدراسة، بورش عمل، بمؤتمرات، بأمور كثيرة. نعم. ومشكورة حقيقة المجلس الحالي، يقومون بأعمال ممتازة جدا. هم يعني الموجودين اليوم في مجلس الإدارة نقدر نشوف التميز، نقدر نشوف الإيجابية في الموضوع والواقعية. نعم. نعود مرة أخرى إلى القرار، كيف سوف يتم يعني تطبيق هذا القرار؟ ما هي حيثيات هذا القرار؟ هناك شقين بالنسبة لي أنا كمؤسس أو كنائب التنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة، كرجل أعمال، كمواطن، هناك شقين، الشق الحكومي والشق القطاع الخاص. نعم. من الناحية الحكومية اليوم يعني لابد وضع لجنة مشتركة يهدف لهذا القرار، مكونة من أصحاب الأعمال نفسهم، من المؤسسات المتوسطة الصغيرة، على أساس يرسمون آلية القرار هذه وأهدافها، ويكون سهل بالنسبة حق المؤسس أو الصغير. نعم. يكون يشارك في هذه المناقصات، تكون الخبرة غير موجودة. نعم. ولكن لما أنا أي أحط مجلس تبع القرار هذا، وهم الأشخاص هم عارفين بمشاكلهم، هم عارفين بإجراءاتهم، هم عارفين بأمورهم، خلها تكون العملية سهلة بحيث أنه هو يسهل عليه أن يقدم المناقصة أو يشارك فيها المناقصة هذه. نعم. فتثقيف المؤسسات المتوسطة أو أصحاب الأعمال من الناحية الحكومية مهمة جدا.
نعم، إذن سوف نواصل الحديث سيد أحمد، ولكن سنخرج إلى فاصل وسنعود مرة أخرى. مشاهدينا فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد سيد أحمد. طبعا من هم أو من هي الشريحة المستفيدة من هذا القرار؟ الشريحة المستفيدة في القرار هو الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى كل هدف أو كل قرار أو كل ما يذكر في الشارع التجاري من تحديات من أمور كل حلها تصب في الاقتصاد الوطني. واليوم قوة البلد وقوة البلد، احنا انا دائما اذكر هالنقطة هذه بان قوة البلد في الاقتصاد، فلا بد ان احنا كلنا نتعاون، كلنا نكون يد واحدة، ولو هناك قرارات ممكن قد تكون مزعجة، ولكن في النهاية ان لم تكن الفائدة لصاحب العمل الان ستكون الفائدة للأجيال القادمة. نعم، كما ذكرت بأن هناك شقين من تنفيذ هذا القرار، هو ما يعنى بالناحية الحكومية وأيضا من ناحية أصحاب الأعمال. اليوم ماذا يحتاجه هؤلاء الذين يعني يمتلكون تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظرك؟ وجهة نظري كأصحاب الأعمال اليوم لابد أن يكونون على إدراك بأن دخول المعترك التجاري هو ليس بسهل، والتنافس موجود سواء في البحرين أو في أي مكان في العالم. لابد أن تكون الإيجابية في العمل أولا، هذه من صاحب العمل. الشيء الثاني تثقيف المؤسس، تثقيف أصحاب الأعمال بالجهات الرسمية اللي موجودة في البحرين واللي تدعم المؤسسات والشركات. مثلا أنا اليوم أبغي أقدم أفتح مثلا مشروع معين، لابد أن أنا أشوف أي جهة رسمية ممكن تدعمني. مثلا تمكين، اليوم تمكين عندها برامج كثيرة وحلول كثيرة، فلازم أثقف نفسي بإجراءاتها، بأهدافها، بشروطها، بآليتها. فالتثقيف الجهات الداعمة لأي مشروع لابد أنه يبتدي من صاحب العمل. نعم. ليجي مو نقولها بالعام، مو بكرة يقول لا والله ما عطوني أو ما لا، أنت عليك تثقف نفسك وعليك تكون قادر بأن أنت تكون ملم بالإجراءات، بحيث أن أنت لما تقدم أو الدعم يكون موجود والاستفادة من الوقت. النقطة الثالثة والمهمة بالنسبة لناحية أصحاب الأعمال في كيفية اتخاذ هذا القرار أو الإجراء في هذا القرار هو التنظيم. لا يوجد تطوير من غير تطوير، وهذا عامل جدا مهم جدا مهم، أن أنا أنظم من وقتي قبل لا أنا أطور من نفسي. والتنظيم يأتي مع التطوير، وإن استطعت إنك تطلع من فكرة التنظيم تدخل في عالم التميز وتدخل في عالم الابتكار والإبداع، وسيكون هذا الشيء جزء لا يتجزأ من حياتك. نعتبرها كرسائل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممكن، ولكن هناك أيضا رسالة أخيرة ودي. نعم. ودي أختم إذا كان يسمح الوقت يعني. تفضل. وصلنا لمرحلة، المرحلة هذه لازم نبتعد عن اللوم ونكون معتمدين على تركيزنا في نشاطنا التجاري.
وليس فتح نشاطات تلو الأخرى، لذلك الخسارة راح تكون موجودة. فعلى رواد الأعمال والتركيز في التركيز على نشاط معين، تركز على نشاط معين تتميز فيه، تكون مبدع فيه، وهذه طريقك راح يكون للنجاح. بالعكس يعني أنت راح تبدع في إن كنت تستطيع أن تركز على نشاط معين، والتزام بالوفاء للوطن والتزام بالوقت، هذه كمان يعني شيء جدا مهم، ولازم لابد من رواد الأعمال أن يهتمون بأن وجودهم على رأس عملهم هو المفتاح الوحيد للنجاح والخروج عن الكماليات وعن الأمور هذه. أنت طالع من أجواء تعليمية من الجامعة، دخلت أجواء ثانية مختلفة، فلابد التركيز، لابد الهدوء، ولابد أن أنت تكون قادر على أن أنت تجهز نفسك قبل لا تأخذ أي خطوة في ظل هالتحديات. جميعها مفاتيح لنجاح هذه المشاريع. طبعاً وطبعاً الرزق بيد رب العالمين في النهاية. بالطبع أكيد. في نهاية هذا اللقاء أشكر السيد أحمد يوسف علي النائب الثاني رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. شكراً جزيلاً. شكراً لك. شكراً. نعم أعزائي المشاهدين، رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 تأتي لتؤكد طموح القيادة والحكومة لتقوية وتنويع النمو الاقتصادي غير النفطي وتمكين القطاع الخاص ليكون في طليعة التنمية الاقتصادية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومستويات جودة الحياة للمواطنين، كما تهدف أيضا إلى خلق قطاع مزدهر وديناميكي للأعمال الصغيرة الشاملة لأنشطة صناعية خدمية. ألتقيكم على خير.